بننتقل وياكم الآن إلى موضوع آخر فيه المطبخ التركي، واللي يعد من أحد المطابخ اللي تحتوي على المأكولات الأكثر اختلافاً وتنوعاً حول العالم، يعتبر في المرحلة أو المرتبة الثالثة من بعد المطبخ الفرنسي والصيني. جرازيلا، في عندك نوع معين من الطعام التركي بتحبيه أو المأكولات؟ أحب الريوق، الفطور التركي عن جد كثر ما يكون منوع وكل شيء فيه، العسل فرش والأجبان والخبز فرش. بحب الكباب، بحب الخبز الخاص فيهم، بحب البرك. البرك خاصة بالفطور إذا معمولة على الأصول لذيذة جدا. أنا دايما شو بتقولي لأنت، أنا دايما بحالة جوع مزمن. طبعا بالمطبخ التركي بتمتزج ثقافات متنوعة حتى تنتج نكهات فريدة بتخليه يتربع على عرش المطابخ العالمية. وزميلي سالي سعيد كعادتها رح تعرفنا على أبرز أطباق المطبخ التركي ضمن مذاقات بلا حدود. Herkese merhaba. Emirates size seviyor ve Dubai size ağırlıyor. تركيا التي أسرت قلوب الشعراء والكتاب والفلاسفة على مر العصور وصلت دبي. حياكم في سيرالي. Let's go. Hello. صباح الخير. هلا. الحمد لله تمام. وش بولدك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله مستعين. Thank you for having us today. You're most welcome. Amazing. الله يخليك يا رب. Thank you so much. شرفتونا. Thank you. Let's go. Please. يلا. أول شيء صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم وشرفتونا. سيرالي فكرته اجت من عائلة بأنطاليا، بلشوا كفاميلي بزنس وحبينا الأكل تبعهم، كانوا منوعين وعندهم أفكار جديدة وعم يشتغلوا بالمانيو قديمة، يعني مانيو طبخات من أهل البيت، فجبناهم على دبي وعملنا لهم إليفيشن لدبي، يعني علينا عملناها كفاين دايننج، اشتغلنا على الديزاين والديكور والأكل، بس أهم شيء حافظنا على نوعية الأكل إنه يضلوا الأكل الأساسي تبع التراديشنال تركيش كويزين. هو سيرالي هاي الفكرة تبعه إنه نخلي أهم شيء الفكرة إنه نحن وي آر تراديشنال تركيش كويزين إليفيتد، يعني محسن. نضلنا نحافظين على النوعية ونضلنا نحافظين على النكهة الأصيلة بشكل مميز، بانه مطعم في الاكسبيرينس تبعه مثل ما شايفه هلا، بتشوف الديكور والصحون وكل شيء كاكسبيرينس كفول اكسبيرينس، مش بس اكل بس. اكيد الاكل هو الاساسي، بس نحن بهمنا كمان يجي الشخص وقت يفوت على سيرالي من اول ما يدعس الباب لهو يفل يكون يشوف الاكسبيرينس تبعه مغير. دبي هي بيتي، ودبي هي لاند اوف اوبورتونيتي، مثل ما بقولوا يلي بتنبش بتلاقي، بتتعب بتلاقي. فدبي مدينه للعالم كله، في كل النكهات، كل التوريزم، كل العالم بتيجي على دبي. والمطبخ التركي مطبخ محبوب، العالم بتحبه، قريب على الاكل العربي، قريب على الاكل الميدل ايسترن، الجريل. نحن شوي مركزين على المطبخ التركي من كل تركيا، مش انه بمنطقه واحده من تركيا. سيرالي مطبخنا هو مشكل من كل محلات تركيا، مقدمينه بطريقتنا الخاصة نحن. سواء أخذناها نحن بسنة واحدة الحمد لله، يعني هذا بفضل العمال، بفضل العالم، بفضل تكون أنتم اللي دعمتونا كمان. خدنا تايم أوت أورد بال 2023، طلعنا أفضل مطعم تركي. هي تايم أوت أورد هي جايزة، جوائز يعني حول العالم، هن بيجوا بيزوروا مطعم، بيجي في حكام ما بتعرفي منني أنت، بيجوا بيعملوا هيدا. وتاني أورد أخذنا فاكت أورد، دايننج أورد، اللي هي كمان أفضل مطعم شرق أوسطي ونورث أفريقيا. وصلنا
إن تركيا لكن تركيا دبي في مطعم سيرالي الحائز على عدة جوائز عالمية مع الشيف هاكان. Good morning, chef. Good morning. How are you? Good, alhamdulillah. You? I'm good, thank you. So, chef, tell us what we will prepare for today. Today it's mantı, Turkish style. It's şaşlık, jet kebab. رولي دادانا. Amazing. إذن أول طبق بنحضره مع بعض هي الأكلة الشهيرة اللي أشهر من نار على علم صراحة، أكلة المانتي التركية. Let's start, chef. أوكي. أكلة المانتي يرجع أصلها إلى آسيا الوسطى، وهي عبارة عن عين يحشونه لحم وعقب يسلقونه وعقب في صلصة خاصة بنحضرها مع الشيف. So chef, what does make the mante super special? Turkish special. This yogurt, tomato sauce, this hot water, butter. Yes. This Turkish very special. It's food. إذن نفس ما تشوفون فردنا طبقة العجين وعقب قطعناها إلى قطع صغيرة وكورنا اللحم اوريدي مسبق التجهيز، وعقبها بنحشي هذه العجين بنحشيه باللحم هذا وبنسويه على شكل نجمات صغيرة. الحين وصلنا لمرحلة رص هذه الطبقات أو العجين اللي بنحطه في هذه الصينية أو الصحن اللي قدامنا، واللي يميز هذا الطبق في مطعم سيرالي إنه يسوونه على الطريقة الإزميرية، يعني بلدة إزمير في تركيا تشتهر بهذه الرسبي أو هذه الوصفة على وجه التحديد في تركيا. مثل ما تشوفون الطبق على وشك أن ينتهي والمنظر جدا رائع وكأنه تحفة فنية، والحين عقب ما نخلص رص هذه الطبقات بيدخل الصحن إلى الفرن الحجري. وصلنا لثاني أطباقنا لليوم وهو طبق الشاشليك. هذا الطبق يحضر من لحم البقر الطازج وهو يعد من أحد أشهر الأطباق التركية التقليدية. Let's start, chef. إذن بنبتدي مع اللحم الطازج، لحم البقر الطازج اللي سيتبل بتتبيلة خاصة معروفة فيها مطعم سيرالي، كريمة صويا صوص إضافة إلى البهارات اللي بنخلطهم مع بعض حتى نتبل فيهم اللحم. سيتبل اللحم لمدة 72 ساعة قبل الشواء، وهني نضيف ماي البصل اللي هو أحد الأسرار اللي تعطي هذا الطبق بعد وثراء في النكهة. نفس ما تشوفون الحين ياسين نحط شرائح اللحم داخل هذه التتبيلة، والحين الشيف جالس يحضر ويخلط اللحم حتى يتداخل اللحم مع التتبيلة اللي حضرناها. ونفس ما قلت لكم اللحم بيجلس داخل التتبيلة لمدة 72 ساعة قبل التحضير. والحين وصلنا لمرحلة شك اللحم بالأسياخ. كذي حضر الشيف السيخ اللي بيدخل مرحلة الشواء لاحقا، وما أقولكم الريحة كيف لذيذة.
يمكن أن نخوض غمار المطبخ التركي دون تجربة الكباب التركي. واليوم بنسوي مع الشيف الأضنة كباب اللي يعتبر أحد أشهر أنواع الكباب في تركيا، نسبة إلى مدينة أضنة. هذه المدينة التي تعتبر عاصمة الكباب في تركيا، والمدينة بروحها فيها أكثر من 400 مطعم يقدم هذا الصنف على وجه التحديد. Let's start, chef. اللي يميز الأضنة كباب أنه هو مو بلحم خروف كامل، يعني 70% لحم خروف و 30% لحم بقر، فيعطي هذا الطعم المختلف. كذي قاعد الشف يرص طبقة الكباب على السيخ، عقب بتدخل تتشوى في الداخل. الخلطة هذه خلطة سيرالي السرية، فيها الكثير من المكونات اللي تدخل مع بعض وتتبيلة غير. وبكذي خلاص عندنا السيخ وشكله رائع. اوكي شف، let's go do it. الحين فوصلنا للجزء المفضل وهو تجربة جميع الأطباق. نفس ما تشوفون المائدة التركية عادة ما تزخر بأطباق متنوعة، وهذا الشيء يعكس تاريخها الغني اللي مر على عدة حضارات متنوعة عبر التاريخ، مما انعكس على الطعام الموجود والأكلات الموجودة. المانتي عندنا حضر، الشاشليك، وكذلك الكباب أضنة. يلا نجرب. الحين فننتقل لطبق المفضل وهو الكباب شاشليك اللي كان متبل لمدة 72 ساعة. والحين ما تكتمل تجربتنا إلا بتجربة الكباب أضنة. Thank you. وبكذي تكون تجربتنا اكتملت في مطعم سيرالي اللي يقدم تجربة تركية متكاملة على الأصول.